الحرف ده تعبني نفسيا. تيجي تنطق سكول تلاقيه بيتنطق كي، تيجي تنطق تشيب تلاقيه بيتنطق تش، تيجي تنطق كات تلاقيه بيتنطق كي، تيجي تنطق سيل تلاقيه بيتنطق سي. هو ايه اخر الحرف ده؟ ده حرف سان اوف جان قوي يعني. طب ما تيجي تشوف اخرته ايه الحرف ده، ويعني نعرف بقى ايه الحاجات اللي مضايقانا فيه. ها يلا بينا. اهلا بكم فيديو جديد من قناه 5 minute practice، معاكم خالد محي الدين، والنهارده هنتكلم عن الحرف اللي حير الشعب كله، اللي حير العالم كله، حير العلماء شخصيا، وفي الواقع انا اللي هحلها لكم. سيبوها لي بقى، سيب لي الطلعه دي، انا خذلتك، انا جبت لك قبل كده حاجه غلط، اسمع مني بقى للاخر. بص يا سيدي، احنا نقسم حرف السي اللي هنتكلم عنه النهارده لثلاث اجزاء. اول جزء لما بيتنطق كانه حرف كي، وتاني جزء لما بيتنطق كانه حرف اس، واخر جزء لما بيجي بعده حرف الاتش. عارف ان انت من زمان واقفه معاك المشكله دي ونفسك تعرف حلها ايه وايه القاعده بتاعتها. ندخل بقى في الجد. بص يا سيدي، الموضوع سهل جدا. حرف السي انطقه زي ما هو كانه اس، يعني لو جه وراه حاجه من الثلاثه دول، يا اما اي يا اما اي يا اما واي. اي او اي او واي تشوفهم بعد السي انطقوا سي زي ما هو. يعني مثلا فيسبوك، بص فيسبوك السي هنا جه وراها اي فنطقناها سي زي ما هي، نطقناها بالنطق بتاع الاس. طيب دانس، دانس سي برضو جه وراها اي. سيتي تشوف وراها حرف الاي هتعرف ان هي بتتنطق سي. طب كلمه زي ريسيف، ريسيف اللي هي استقبل، ريسيف هتلاقي وراها اي، عشان كده شفنا السي ورا اي يبقى ده بيتنطق اس على طول، مش محتاج افكر. ها طب خد دول كمان، ايس تلج وراها اي، دايس برضو نفس الكلام. يبقى في كل الحالات دي شفنا حرف السي جاي وراه يا اما اي يا اما اي يا اما واي، في الحاله دي نطقناه سي زي ما هو. طب امتى يتنطق كي؟ في اي حاجه تاني، بكل بساطه في اي حاجه تاني، يعني ما شفتش اي ولا اي ولا واي انطقوا كي، زي كار كات كلاب كلاس كيرتن. كل الكلمات دي مفيش وراها ولا اي ولا اي ولا واي بعد حرف السي، يبقى بننطقوا كي. قشطه كده. طيب لو جه وراها حرف ال H الغي كل اللي فات ده بقى واسمع من اول هنا. بص انا مش اناني، فانا تعرفين دلوقتي الحلقه ليها شريك لازم يكون موجود، ففضل وانا هقف معاكم على فكره المره دي علشان ايه يعني، انا موجود عشان لو قلت حاجه غلط كده على طول. حبيب قلبي الله يخليك، راجل محترم والله، والله محترم جدا، بس ساب لي انا بقى التقيل. هو قال لكم الكلام السهل وساب لي انا بقى ايه التقيل. بص يا صاحبي، لو شفت حرف ال H جاي وراه حرف ال C انفد بجلدك، لانك مش هتعرف يعني مش هتبقى ملهاش قاعده، ملهاش قاعده والله ما ليها قاعده. غالبا الموضوع ليه علاقه باصل الكلمه جاي منين بقى، فاحنا ملناش دعوه باصل الكلمه والكلام ده، ده حوار كبير ومجعلص. انت تشوف حرف ال C وراه حرف ال H احفظ الكلمه، شرف احفظ الكلمه. مع الوقت لو انت بقى مستواك فوق المتوسط في الانجليش فغالبا هتعرفها بالسنس كده. الناس لما بتتعلم انجليش لفتره طويله وتبدا تمارسه لفتره كبيره بتبدا يبقى عندها ايه سنس الانجليش، اللي هي تشوف الكلمه تعرف نطقها ازاي على طول. بس انت بقى لو يعني بقالك مش كتير قوي او لسه مبتدئ، ففي الحاله دي هتحفظ الكلمه. وحرف السي لما بيجي وراه حرف الاتش بيبقى بيتنطق بحاجه من الثلاثه دولت. ايه هما بقى؟ يا اما بيتنطق تش، يا اما بيتنطق ش، يا اما بيتنطق كي. طب امتى بيتنطق مثلا تش؟ زي مثلا chicken chair choose teacher beach. طب امتى يتنطق حرف الش؟ زي مثلا شيف ماشين مستاش. وبيتنطق كي زي مثلا ايك سكول ميكانيك كروم زي جوجل كروم وهكذا. يبقى لما تشوف حرف السي وراه حرف الاتش تفهم انك لازم تحفظ الكلمه زي ما هي، ومع الوقت هتلاقي نفسك اتعودت وعرفت ايه الكلمه بتتنطق ازاي كده بمجرد النظر ليها باحساسك. بقول لك انا عايز اقعد، عديني كده اطلع قدام شويه عشان بس ما فيش مكان هنا. ايوه. إذن الخلاصة هي إنك لو شفت حرف السي وراء I أو E أو Y تنطقه C زي ما هو، لو شفت وراء حاجة تانية غير دولت انطقه K، إلا إذا كان الحرف اللي وراء H، ففي الحالة دي احفظ الكلمة زي ما هو. وبكده الفيديو بتاع النهاردة يكون خلص، وتنساش لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو أنت لسه مش عامل سبسكرايب عشان هتشوف فيديوز كويسة إن شاء الله هتفيدك في المستقبل، وشير عشان أكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.